رئيس عبد الفتاح السيسي وصل الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24، واللي هتنطلق النهاردة بالعاصمة الصينية بكين. مشاركة الرئيس السيسي بتعكس قوة العلاقة بين مصر سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، ومشاركة لها دلالات هامة، خاصة أن يكون في عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية اللي بتشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات. خلونا نرحب على الهاتف بالدكتور ضياء حلمي الفقي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية والخبير في الشأن الصيني. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير أستاذة بسنت هانم، أستاذ أحمد بيه. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. وحابين نعرف بقى حضرتك شايف ازاي مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي في الحقيقة ضخم، يعني تلبية الدعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ، وده في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية اللي بتربط بين مصر والصين. هو الحقيقة يعني سؤال حضرتك مهم جدا ويتضمن برضو جزء من الإجابة. وافق حضرتك تماما على أن هذه الزيارة وفي هذا التوقيت لها دلالات كبيرة ولها انعكاسات أيضا كبيرة على مستقبل العلاقات المصرية الصينية، التي لم تشهد لكل متابع هذا الدفء في العلاقات بين مصر والصين منذ منتصف القرن الماضي لبداية العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية. صحيح. مصر كانت أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية في منتصف القرن الماضي، وما زالت الصين وما زال السيد السفير الصيني يذكر لي هذا في كل جلسة، أن الصين تقدر هذا كثيرا وأنها لا تنسى أصدقائها. الزيارة الحالية لسيادة الرئيس السيسي هي امتداد للعلاقات المصرية الصينية القوية والتي تزداد بالأرقام على المستوى التجاري وتزداد بالتعاون واتفاق اللغة في القضايا الدولية سياسيا أيضا. الرئيس السيسي ليس فقط يذهب لافتتاح الألعاب الأولمبية ولكن لمناقشة ملفات هامة، لذلك نرى أن هذه الزيارة ستناقش العلاقات الثنائية، ستناقش الإرهاب على مستوى العالم، ستناقش كيفية تطوير التعاون على ضوء مبادرة الحزام والطريق. الأمر هام، ووقوف مصر مع الصين في أحداثها الكبرى هو أمر له دليل. طيب دكتور، عاوزين نعرف يعني إلى أي مدى تطورت العلاقات بين مصر والصين اقتصاديا تحديدا، لأن احنا عارفين ولا يخفى على أحد يعني أن الصين هي حليف استراتيجي المصري. مظبوط يا فندم أحمد بيه. الحقيقة مصر والصين علاقتها التجارية تنمو بشكل كبير ومضطرد، وأنا أعني بهذا الشأن من 20 سنة تقريبا، وكان عندي حظ طيب بحضور قمة مجموعة الـ20، وكان الرئيس المصري لأول مرة تدعى مصر ويدعى رئيس مصر لمجموعة قمة الـ20 في هانجزو في الصين، وكانت كل هذه التطورات هي تطورات تدريجية وتصاعدية، فارتفع حجم التبادل التجاري المصري الصيني من 10 مليار دولار كان أغلبها استيراد من مصر إلى الصين ليرتفع إلى 19.7 مليار دولار في 2021. 2020 كان فقط 15 مليار دولار، وصدرت مصر لأول مرة في تاريخها للصين بقيمة مليار دولار صادرات إلى الصين. هذا التطور طبعا يعني أشياء كثيرة، ويعني تنوع الصادرات المصرية، وأن لدينا فرصة أيضا في المستقبل القريب لزيادة هذا النمو التجاري. طيب احنا بنتكلم عن دلالات التوقيت بقى، يعني هل في دلالة للتوقيت الخاصة بالزيارة في ظل طبعا الضغوط اللي بنتكلم من عدد من الدول الأوروبية بإلغاء البطولة؟ بالضبط يا فندم، ده كلام مهم جدا. الحقيقة ده اللي أنا قصدته فعلا في التوقيت، وأحط عليه بعض الضوء، ألقي الضوء على فكرة أن كانت هناك محاولة لتسييس الألعاب الأولمبية، وكلنا نعلم وكلنا نشاهد هذا في كل القنوات، ورفضت الصين هذا التسييس، وكان الأمر هو مجال رياضي تعاون عام، ولكن الدلالة الكبيرة هي أننا نواجه جميعا وباء عالميا خطيرا. وقوف مصر بجانب الصين مرة في بداية الوباء، كنا من أوائل الدول التي قدمت مساعدات للصين ولم ينسوها ولن ينسوها. الآن محاولة تسييس هذه البطولة وإفشالها
سياسيا لم يكن قرارا الحقيقة من وجهة نظري الشخصية، لم يكن قرارا صائبا من الولايات المتحدة ومن أوروبا، ولكن الرياضة رياضة وهي تقرب الشعوب. الآن العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية أيضا بين مصر والصين تصب في صالح الشعبين والدولتين، ولم يلتقي قيادتا مصر والصين في تاريخ العلاقات المصرية الصينية كما حدث وتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مصر بوجود الرئيس شي جين بينغ، ودعوة الرئيس المصري لقمة مجموعة العشرين وقمة البريكس، وسبع زيارات للرئيس السيسي إلى الصين. لابد أن نقف ونتأمل أن هذه دلالة مهمة تصب في رؤية مصر 2030 التي تتفق مع مبادرة الحزام والطريق التجارية الاقتصادية. يعني احنا بنتكلم عن علاقات اكيد وطيدة ما بين مصر والصين، الصين بلد كبيرة جدا، ومصر الحقيقة ليها دور كبير جدا في الفترة الأخيرة في كل، يعني بنتكلم عن يعني دور مصر كبير في مجالات مختلفة. مجالاتها يعني الصين يعني زي ما قلنا هي حليف استراتيجي لينا، وهو ده اللي مصر بتعمله في الفترة الحالية. بنشكر الدكتور رضياء حلمي الفي الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية والخبير في الشأن الصيني، شكرا ليك يا فندم.